تخصيص 3 دقائق لكل متحدث، ونظرا لأن العلاقة هي بين في هذه الحلقة بين الإعلام والقطاعات الحكومية وليس وزارة الإعلام، فسيكون نصيب وزارة الإعلام من التعليق أقل مما كان في الجلسة الماضية. من الإخوة والأخوات الذين رحلت مداخلاتهم من الجلسة الماضية، أولا الأستاذ وجدي آل مبارك. أستاذ وجدي تفضل. شكرا معالي الرئيس. إن من أولويات هذه الجلسات هي الحد الفاصل والجدل الحاصل بين مفهوم الفضاء الحرية والمسؤولية الإعلامية، كيف يمكن تحديده ومن يحدده. إننا أمام محك رئيسي في اختبار وسائل الإعلام في تحديد هذا الخط وضوابطه، ويضمن بالمقابل تماشي هذان الخطان متوازيان ضمن ضوابط وأسس وطنية وأخلاقية ودينية نتفق عليها جميعا. لكن بالمقابل تبقى المهنية الإعلامية مهنة معرضة للخطأ والتجاوز مثلها مثل أي مهنة أخرى، خاصة إذا تداخلت مؤثرات وقيم تحدد ماهية هذا العمل ومدى خطأه من صوابه. إذن نحن بحاجة إلى تبني استراتيجية إعلامية حديثة تواكب هذا التطور وتستطيع أن تنافس هذا الإعلام المنفتح العالمي. إن من أولويات الترويج للاستراتيجية الإعلامية التي نطمح لها جميعا هي إيجاد قاعدة اجتماعية جاذبة لشرائح المجتمع، وتضمن بشكل كبير تحديد الخط الفاصل بين فضاء الحرية وحدود المسؤولية الإعلامية ضمن حدودنا. ولضمان إيجاد هذه القاعدة نتجه بسؤالنا إلى وزارة التربية والتعليم والمتمثلة في الوكالة العامة لتطوير المناهج، أين هذه المفاهيم والقيم والأسس التي نؤمن بها ضمن مناهجنا التعليمية، سواء بقبول الرأي والرأي الآخر وتلمس هموم ومشاكل وقضايا المجتمع الوطنية والأخلاقية، ويجسد التنوع الحضاري والفكري في هذا الوطن وتلك القيمة النبيلة التي الإنسانية التي تنطلق من ديننا الحنيف التي بلورها الرجل الحكيم الذي قال: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. شكرا معالي الوزير. شكرا أستاذ وجدي. الأستاذة دنيا بكر يونس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. لكسب الوقت أدخل في موضوع أهمية الإعلام أثره على بناء شخصية الأبناء. أنا أقول سبل تطوير الإعلام من خلال شبابه وشاباته. لقد دخلنا عالم ثقافة الصورة، وأصبح للإعلام دور كبير ومؤثر لأنه يحمل رسالة عظيمة. فالمملكة العربية السعودية تحت ظل قادتها تعيش نهضة تنموية تقتضي أن تتضافر كل الجهود لبناء هذا الوطن. أنا في الواقع حديثي جاء بعد أن استمعت إلى روان وإلى سلمان أصغر المشاركين، وجدت هذا الفكر النير وهذه الرؤية السليمة صراحة في هذا السن المبكر. إذن علينا أن نعطيهم الفرصة لمثل هؤلاء الشباب والشابات. فالمملكة العربية السعودية كما ذكرت والحمد لله لها القيادة والريادة في العالم العربي والإسلامي والدولي، وأصبح العالم ينظر إلينا ويستمع لما نقول. لهذا علينا أن نجيد الدور أو نسدل الستار. لكننا الحمد لله نحن على مستوى المسؤولية، أبنائنا وبناتنا ابتعثوا إلى الخارج كثر ومن أزمنة من زمن طويل وهم يبتعثوا إلى الخارج، بنات شابات أو شباب. أين هم الآن؟ أين الفرص التي تعطى لهم؟
نالوا التحصيل العلمي في جميع المجالات والحمد لله تأهلوا للقيام بهذا الدور، علينا أن نمنحهم هذه الفرصة ليسهموا في هذا البناء حتى يتفهموا أو يتعرفوا على قواعد اللعبة الإعلامية. اللعبة الإعلامية لعبة خطرة جدا، عليهم أن يتمكنوا منها من دعم الخطط التنموية والحفاظ على أمن وسلامة هذا الوطن، خصوصا وأن من أهم الخطوات التي يجب أن يخطوها الإعلام هو الأمن الفكري. الأمن الفكري وتحتها ثلاث نقاط: كي نحمي عقول أبنائنا من التأثيرات التي تفد علينا. إن أول خطوة يجب أن نخطوها هي أن تكون لدينا خطة استراتيجية، نحدد الهدف، نوظف جميع الإمكانيات برؤية ثاقبة، رسالة صادقة مستمدة من ديننا وتراثنا وأخلاقنا. الإعلام الجديد من أسرع الوسائل إلى الشعوب، علينا أن نعطي أبنائنا هذه الفرص، علينا أن نعطي الجيل الجديد هذه الفرص، علينا أن نعمل لهم مهرجان، نعمل لهم مسابقة ليتمكنوا من إبداء آرائهم ولهم جوائز قيمة. هناك الكثير والكثير من هؤلاء الشباب والشابات، علينا أن نعطيهم الفرصة. نحن مثل خيل الحكومة، مش الحال، خلاص انتهى وقتنا، فلازم نعطي الفرصة لأبنائنا القادمين. شكرا لكم. شكرا أستاذ دنيا. الأستاذ عبد الله بن باز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكركم معالي الرئيس. حقيقة من المسؤولية الآن حضور القيادة العليا في وزارة الإعلام، وأرجو أن يتحقق يعني هذا الطموح بتنفيذ يعني ما تم النقاش حوله، ولأننا وهي وزارة الإعلام نعيش في مركب واحد. الملمح المهم في هذا الجانب في حدود الحرية، عندما يتحدث شخص ما منع مقاله أو مقدم في برنامج ما منع برنامجه، يقول لا يوجد حرية في الإعلام السعودي. أيضا عندما تناقش أو تناقش شخصية سمح لمقاله بالنشر، وهذا المقال فيه هدم لثوابت الدين وما أكثرها، يقول هذه حرية إعلامية، فكيف الجمع بين هذا وذاك؟ يوجد صحف للأسف سعودية تنشر ما يمس الثوابت تحت بند الحرية الصحفية. من المسؤول في هذا الجانب؟ وزارة الإعلام، رئيس التحرير، الملك، المجتمع، من المسؤول في هذا؟ من يحاسب هذه الصحيفة؟ السؤال: هل الحرية كائن هلامي غير واضحة المعالم لا يمكن معرفته، أو هي كائن هلامي لا يمكن ضبطه والكل يتعلق به ويتغنى به؟ كل صحيفة حتى الصحف والقنوات التي تنشر الفساد والعري تقول أننا نمارس الحرية والضوابط وتحت مظلة الشريعة الإسلامية. سؤال وعتب لوزارة الإعلام: حددوا ما هي الحرية المطلوبة لديكم، وما هي الحرية المسموح بها، وهل من حق الوزارة أن توقف، أو لماذا توقف كاتب، ولماذا توقف مقدم أو برنامج؟ ما هي الضوابط في هذا المجال؟ النقطة الأخيرة: هل من الحرية؟ السؤال موجه أيضا لرؤساء التحرير تحديدا يا أخوان، هل من الحرية التداعي للدفاع عن من يمس ثوابت الدين؟ وهل من الحرية الإحجام عن الدفاع عن جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ شكرا لمعالي الرئيس. شكرا. شكرا أستاذ عبد الله. انتهت المداخلات الخاصة بالحرية والمسؤولية. الآن مع موضوعنا عن العلاقة بين الإعلام والمؤسسات الحكومية الأخرى، وسوف يكون هناك حلقة جلسة خاصة بما يريده المجتمع من وزارة الإعلام غدا مساء إن شاء الله. الأستاذة نور الطريقي. المحور الثاني. أوكي. السلام عليكم جميعا. أنا كنت أتوقع أتكلم عن المحور الأول، بس يعني مو مشكلة أتكلم عن المحور الثاني. العلاقة بين الإعلام والقطاعات الحكومية. هناك يعني
مشكلة في خليني أنا بس أرتب أفكاري لأني انتقلت فجأة للمحور. هناك أزمة على مستوى العالم حقيقة في الصحفيون المرافقون. المشكلة في الصحفيين المرافقون للدوائر الحكومية، يسيطر على عملية العلاقة نوعين من العلاقات. العلاقة الأولى اللي هي نتمنى أن لا تكون موجودة، وهي العلاقات المالية اللي الصحفي يكتب بناء على رغبة الدائرة أو الوزارة أو الجهة الحكومية بناء على ما يحصل عليه من خدمات أو استضافة خلال اللقاءات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية ممكن يكون بناء على العلاقات الصداقة اللي تنشأ، يعني حتى لو كان الصحفي المرافق مرسل من جهات من جهة أو المؤسسة الصحفية الخاصة به، تنشأ علاقة صداقة ما بين الصحافي وما بين الصحفي وما أو الإعلامي وما بين الجهة الحكومية، وبالتالي نفقد المصداقية. الكتابات كثيرة اللي تفقد المصداقية، هذه نقطة واحدة. الحاجة الثانية اعتماد القطاع الحكومي على إرسال المقالات للصحفيين، وتحديد ما الذي يكتب عن هذه الوزارة أو عن هذه الإدارة بغض النظر عن مدى مصداقية هذه المعلومات، لتجميل هذه الوزارات أو المؤسسات الحكومية أو حتى القطاع الخاص. هي عملية تجميل، وهنا خطورة كيف نحد، وهذه مشكلة ترى مو على مستوى المملكة، على مستوى العالم. كيف نحد من مشكلة علاقة الصحفي أو الإعلامي مع الدوائر الحكومية؟ كيف نحد بها؟ ونتمنى أننا نطلع بنهاية هذا اللقاء بآليات، يعني نبتعد عن الإنشاء ونبتعد عن الأماني، وإنما آليات محددة تؤكد لنا أن العملية الكتابة في الصحافة هي استقلالية تامة بغض النظر عن الدائرة أو الدائرة الحكومية أو المؤسسة الخاصة. شاكرة لكم. شكرا أستاذة نورة. الدكتور عبد الله الجحلان. شكرا معالي الرئيس. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بدءا أود أن أشكر مركز الحوار على الدعوة وعلى حسن اختيار المحاور التي وردت في جلسات اللقاء التاسع. ويجب أن نشير إلى أن من الحرية أن تطرح الأفكار المتعارضة حول الرؤية حول هذه المحاور. هذه المحاور مهما طرقت ومهما بحثت تحتاج إلى مزيد من البحث باستمرار، وخصوصا في هذه الظروف التي تتطلب من الجميع تضافر في مواجهة ما يستلزمه الأمر من خلال معالجة هذه المحاور. المركز يتطلع أن يكون المتحاورين يخرجون بأفكار جديدة تتوافق مع واقع الأمور ومع ما تتطلبه المرحلة. كنت أتمنى كذلك من المركز والذي بدأ بيننا وبينه، أتكلم عن هيئة الصحفيين، بدأ بيننا وبينهم شيئا من التواصل، أن يكون هناك حوارا بيننا وبينهم كذلك في بعض هذه الجوانب الإعلامية. أعود إلى الموضوع النقاش وهو العلاقة بين وسائل الإعلام والقطاعات الحكومية، لأقول أن العلاقة ملتبسة صراحة، بل نقول أنها مشتبكة. فكلا الطرفين غير راضي عن الآخر، وهذا عدم الرضا هذا من وجهة نظر الإعلاميين أنهم يقولون أن القطاعات الإعلامية لا تفصح لهم عن المعلومات التي يتطلعون لها، وأن القطاعات كذلك القطاعات الحكومية كذلك لا يوجد شخص مؤهل في الجوانب الإعلامية للتجاوب مع الإعلاميين وفهم الرسالة الإعلامية التي مفروضا أن تصل إلى الوسيلة الإعلامية. وكذلك يرون أن المسؤول الأول يحاول التهرب من التجاوب مع رغبات الإعلاميين واستفساراتهم. كذلك يرون أو يتطلعون إلى إيجاد متحدث إعلامي رسمي لكل قطاع، خاصة بعد نجاح التجربة وعلى الأخص مع وزارة الداخلية. ويرون أيضا أن لدى المسؤولين حساسية كبيرة من النقد لعدم فهم الطبيعة الإعلامية التي تتطلب المباشرة الأمور والسرعة في الرد عليها،
وحقيقة أن الوقت يحتاج إلى تغيير هذه الآلية. الجهات الحكومية ترى أن الإعلام يبالغ وشخصا وينشر معلومات غير موثقة عن هذه القطاعات، أي أنها لا تتثبت من النشر، وأن بعض قطاعات الإعلام ليس لديها متخصصين في الجوانب المختلفة، وأن الصحف لا تنشر أو تبطئ في نشر بعض الردود. شكرا. وإن نشرته فعلى نطاق ضيق. شكرا دكتور عبد الله. الأستاذة نوال الراشد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأتكلم عن هذا المحور من جانب ممارس صحفي أو من خلال العمل الصحفي. للأسف أن العلاقة بين القطاعات الحكومية والإعلام والصحافة تحديدا ليست بالمستوى المطلوب، لا زالت تشهد تذبذب في عملية التواصل بالرغم من تطور قنوات الإعلام. نرى أن إحجام بعض القطاعات عن الإعلام للأسف لا زال يعني موجود، وفنت في 4 نقاط. أولا، تفاوت استيعاب أهمية دور الإعلام لدى مختلف القطاعات الحكومية، منهم من هو منفتح نوعا ما على وسائل الإعلام بل يبحث عنها إيمانا منه بحق الفرد في المعرفة وأهمية دوره في إيصال المعلومة والخدمة والتطور، وسماع الشكاوى أن الفرد شريك لا يستثنى في نجاح القطاع، وهناك ما هو عكس ذلك تماما. هناك قطاعات تعتقد أن الإعلام بوسائله المتعددة ما هو إلا مراقب يبحث عن سقطاته وزلاته، لذلك يتهربون من الإعلام حتى لا يفضح ضعف مستواهم وأدائهم. ضعف العاملين على الأقسام الإعلامية أو العلاقات العامة في القطاعات الحكومية، فهم في الغالبية مجرد موظفين يتبعون لهذا القطاع دون أن يكون لديهم التخصص المهني والقدرة والكفاءة على تطور جهاتهم. أخيرا، من واقع تجربة صحفية لمدة 15 سنة، وجدت أن القطاعات العسكرية منها القوات المسلحة، الإخلاء الطبي، الدفاع المدني، المرور والشرطة أكثر تنظيما وأكثر تفهما لأهمية دور الإعلام، وأكثر انفتاحا من الجهات الحكومية الأخرى، وأسهل في الخدمة مع التعامل مع الصحفي أو بالمتابعة من خلال ما يكتب في الصحف السعودية. عموما شكرا. شكرا أستاذ نوال. الدكتور عبد الله المصري. شكرا معالي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الرئيس، أنا عندي مقترح محدد في مسألة المحور الثاني، العلاقة بين الإعلام والقطاعات الحكومية. إذا أخذنا الإعلام كخدمة، تقديم خدمة، فوزارة الإعلام بتقديم الخدمة تشترك مع المؤسسات الإعلامية الخاصة في نفس المضمار، أهو تقديم الخدمة، فهي مقدم خدمة. لكن في الوقت الحاضر وزارة الإعلام تقوم بدور مزدوج، جهة تنظيمية وتحكيمية للإعلام عامة وعلاقته بالجهات الحكومية الأخرى. ولكن قد يقول قائل، هل هي تراقب ما تقدمه أيضا من خدمة إعلامية؟ وما عرفناه في الدول الكثير بالدول المتقدمة في الخارج، حتى تلك الدول التي ليست لديها وزارة إعلام بل لديها جهات رسمية تقدم الخدمة الإعلامية، هناك جهة مستقلة لتنظيم العلاقة ما بين الجهات الحكومية والإعلام عامة، وهي جهة تحكيمية تنظيمية مثل ما يحصل في الكهرباء أو في الاتصالات، في هيئة اتصالات وفي وزارة اتصالات وفي مؤسسة كهرباء وفي هيئة تنظيم الكهرباء. فلذا أنا أقترح بكل شعور بالتجربة والمسؤولية أن يقوم هناك أو تقوم هناك هيئة أو جهة مستقلة لتنظيم وتحكيم العلاقة ما بين وسائل الإعلام بما فيها الخدمة المقدمة من وزارة الإعلام والجهات الأخرى والمجتمع بشكل عام. وهذه جدا نقطة مهمة، خاصة وإحنا في مقدمين على الإعلام الجديد كما ذكرنا في الصباح وأنشطته المختلفة، وفضلا على الإعلام التقليدي المسموع والمرئي. وأرجو أن يتسع صدر الإخوان في وزارة الإعلام لكي يعني يعلقوا على هذا الموقف أو هذه الدورة المزدوج التي تقوم به وزارة الإعلام في الوقت الحاضر تجاه علاقة الإعلام بصفة عامة، الإعلام الخاص مع الجهات الحكومية وما ينشر. شكرا معالي. شكرا دكتور عبد الله. دكتورة حنان عنقاوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحببت أن أمرر خبر على السريع. بالأسبوع الماضي الخميس والجمعة بتاريخ 16-17 فبراير كان هنالك مؤتمر عالمي، عنوان المؤتمر حذكره بالإنجليزية لأنه لو أحب أحد من الحضور أو ممن يتابع الرجوع إليه سيستطيع الرجوع إليه على في الإنترنت، يعني اسمه The Media After WikiLeaks، والحقيقة كان يناقش حرية الإعلام وحدود حرية الإعلام وماذا ترتب عن ويكليكس وتواجده. وفي نفس الوقت كان هنالك تعليق بأنه لماذا لا يوجد أحد يمثل دول آسيا أو أفريقيا في هذا المؤتمر. أما بالنسبة للمعلومة أو بمعنى أصح ما أريد التعليق عليه بأنه دائما التحدي في تحويل الأفكار إلى إجراءات، وحتى نستطيع التحدث عن العلاقة بين الإعلام والقطاعات الحكومية وحتى نصل إلى إرساء قواعد تتعلق بحدود صلاحيات وزارة الثقافة والإعلام وما هو نوع علاقتها بالجهات الحكومية، أتوجد علاقة فعلية تجبر الجهات الحكومية بتزويد وزارة الإعلام بالمعلومة، وأيضا هل هنالك أثر لما تذكره وسائل الإعلام على الجهات الحكومية بحيث تعمل كعامل مؤثر مصحح لأمور معينة في الجهات الحكومية. نعود إلى البدء ونتحدث عن وزارة الثقافة والإعلام وأنه نحن بحاجة إلى الفصل بين وزارة الثقافة أو بمعنى صح الثقافة والإعلام لتصبح وزارتين أو تصبح وزارة وهيئة، لأن الثقافة تعني أن توجيه ثقافي لمواطنين بلد بأكملها كيف يفكرون كيف يسلكون، ولا تتعارض يفترض مع حرية الإعلام، لا يعني أو بمعنى صح الحرية لا يعني التوجيه الثقافي أنها مضادة للحرية، وإنما التوجيه الثقافي يعني ما هي العقلية وما هو الكيان الذي نريد بناءه للمواطن في هذه البلد. أيضا أهمية التعريفات الإجرائية لأنه ما تحدثنا عنه وما زلنا نتحدث عنه جميل جدا ومقنع جدا، لكن المشكلة وهذه ليست مشكلة فقط وزارة الثقافة والإعلام. أتوقف عن الحديث لأنه ما في وقت أظن. شكرا شكرا دكتورة حنان. الأستاذ حماد السالمي. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا معالي الرئيس. هذا المحور يتماس مع المحور السابق نوعا ما، فالعلاقة بين الإعلام والجهات الحكومية وحتى المؤسسات غير الحكومية ينبغي أن تبنى على الحرية والمسؤولية معا، أعني حرية الإعلام في كشف المستور انطلاقا من المصلحة العامة التي تحتم الشفافية ومعالجة السلبيات إلى جانب إبراز الإيجابيات. هذه صورة من صور حرية التناول الإعلامي في علاقته مع الجهات الحكومية والأهلية. تبقى المسؤولية، أعني مسؤولية هذه الجهات في التجاوب مع الطرح الإعلامي والتفهم الكامل للدور الإعلامي الذي يتوسط في هذه العلاقة بين المواطن وهذه الجهات. إذا كانت حرية الإعلام في هذا الاتجاه تمارس في حدود دنيا أو وسطى، إلا أن الجهات الحكومية ورغم التوجيهات السامية بالتجاوب والكشف والتوضيح ما زالت أو كثير منها ما زال عند أماكنه القديمة في السكوت وعدم المبالاة أو ممارسة المغالطات ومحاولة تمييع ما هو موضوع النقد أو استخدام أسلوب العصا أو العصا والجزرة، وفي هذا الجو القاتم تضيع حقائق وتضيع حقوق وهكذا دواليك. هل الإعلام وخاصة المقروء منه يمارس حريته في علاقته مع هذه الجهات بنزاهة ومسؤولية ومصداقية؟ بالطبع ليس في كل الحالات، فالأغراض الشخصية تتدخل أحيانا لتشويه صورة هذه الجهة أو تلك أو محاولة الإضرار بهذا الشخص أو ذاك. توجد صور مؤسفة مع الأسف من هذا،
لهذا نعود إلى مسألة المحددات التي ينبغي أن تحفظ الحقوق وتوجب الواجبات في إطر أخلاقية ووطنية تحكم العلاقة بين كافة الأطراف. أخيراً، الجهات الحكومية في معظمها ما زالت تواجه وسائل الإعلام بموظفي علاقات عامة وليس بمختصين في هذا الميدان. شكراً. شكراً أستاذ حماد. دكتورة سهير كندي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعرف جميعاً أن وسائل الإعلام هي مرآة المجتمع، من خلالها نرى ما يحدث في الأجهزة الحكومية، ولكن ما نلمسه في الواقع أحياناً أن بعض الإعلاميين يركزون أحياناً على جهات حكومية معينة ويتابعون أخبارها بالتفاصيل، حتى أننا نرى صورة مدير تلك الجهة المعنية كل يوم في وسائل الإعلام، في حين أن هنالك جهات لا يقترب منها الإعلاميون. ومن جانب الآخر يركز الإعلامي أحياناً على تضخيم السلبية ويتغافل عن الجوانب الإيجابية لتلك المؤسسة، مما يؤدي إلى نفور المسؤولين من الإعلام. ولهذا لابد أن تتسم العلاقة بين الطرفين في نقاط: أولاً، مطالبة المسؤولين في الأجهزة الحكومية بالشفافية والانفتاح في تقديم المعلومات، وعدم وضع قيود على وسائل الإعلام حتى لا تتسبب في تباطؤ الإعلام من تفاعلها مع قضايا الوطن ومصالحه. ثانياً، على الإعلاميين نقل الصورة بشكل صحيح وعدم تعمد الإثارة في نقل الوقائع وتحري المصداقية في نقل الخبر، ومع الوضع في الاعتبار أن كل جهاز حكومي مسؤوليته وضوابطه في عمله، وبالتالي لابد على الإعلامي لابد أن يكون ملم بالأنظمة الحكومية والقوانين التي تحكم عمل تلك المؤسسة، وعدم تحليل وتفسير الوقائع من وجهة نظره، مما يسيء بغير قصد للمسؤولين وقد يكون سببا في نقل صورة غير صحيحة للمتلقي، وبالتالي إثارة البلبلة في المجتمع. أخيرا، هنالك نقطة مهمة لاحظها دائما على كل إعلامي، المفروض أنه اللي هو معتمد في جهة معينة لابد أن يضع البطاقة التي توضح انتمائه للجهة الإعلامية التي يعمل لها، حتى لا تختلط الأمور على المسؤولين، وبالتالي يدفع البعض إلى مطالبة الإعلاميين بالمجيء بخطاب رسمي من الجهة التي ينتمي إليها، وهذا ما يشتكي منه الإعلاميين دائما، وقد يؤدي هذا الطلب إلى تفويت الخبر على الإعلامي في الوقائع التي تتطلب سرعة النقل. فلا بد إذن من أهمية تعزيز الشراكة بين الإعلام والجهات الحكومية عشان نسد الفجوة الحاصلة بين الطرفين وتكون الثقة متبادلة بهدف خدمة الصالح العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا دكتورة آسيا. دكتور سامي الحازمي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مشاركتي في هذا المحور في ثلاث نقاط أيها الإخوة. أما النقطة الأولى فأقول تفعيل القرار الملكي بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد يحتاج إلى تضافر إعلامي، فقد نص أحد اختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على توفير قنوات اتصال مباشر مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على الفساد والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم بشأنها. وهذا ولا شك أن الإعلام هو الموفر لهذه القنوات التي تعتبر قنوات متصلة مع الجمهور. النقطة الثانية، الفصل في القضايا الإعلامية ينبغي أن يتم من قبل جهة قضائية مستقلة وليس من قبل الوزارة نفسها، حتى لا يقال أنت الخصم والحكم، خصوصا مع تطور إدارة القضاء في المملكة، حيث أصبح التخصص القضائي مبدأ ثابتا في نظام القضاء الجديد. فقد نصت المادة 9 من الفصل الأول من الباب الثالث في الفقرة الثالثة على أن محاكم الدرجة الأولى هي المحاكم العامة، المحاكم الجزائية، محاكم الأحوال الشخصية، المحاكم التجارية، المحاكم العمالية. وأجازت الفقرة نفسها للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك. النقطة الثالثة وهي الأخيرة، مراعاة الإعلام لدستور البلاد بعدم التدخل بالأحكام القضائية للمحافظة على استقلالية القضاء. وشكرا لكم. شكرا دكتور سامي. دكتورة ابتسام العليان. السلام عليكم.
في البداية أشكر مركز الحوار الوطني على تكريمهم ودعوتهم لنا، ونشكر المتحدثين. تعلم معالي الرئيس أن للإعلام دور مهم في شرح القضايا وطرحها على الرأي العام من أجل تهيئته إعلاميا. فالدولة لا تستطيع تنمية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا إلا من خلال الإعلام، فإذا كان الإعلام على مستوى عالي فالدولة سوف تكون على مستوى عالي. الإعلام يتطرق إلى مواضيع دقيقة وحساسة في هذا المجتمع، من هذه المؤسسات الحكومية، ومن هذه المؤسسات الحكومية التعليم والجامعات في المملكة العربية السعودية، وخاصة إن الجامعات تعتبر هي المحور التي على أساسه يتحدد مصير شباب وشابات هذا الوطن. لذلك أقترح من هذا المنبر إن لو يكون هناك إعلاما جامعيا، بمعنى إعلاما توعويا قويا يخدم الجامعات، يخدم الطلاب في الجامعات، يسهم في قيادة وتطوير الجامعات في المملكة العربية السعودية. هذا الإعلام سوف يساعد في توضيح من سوف يوضح أهمية الجامعات وأهميتها خدمتها للمجتمع، لأن من خلالها تستطيع أن تكسب أهمية من قوة الإعلام. لأننا نعرف الآن وفي وقتنا الحاضر إن للإعلام له قوة. لن نقول إن الإعلام ليس له قوة، بس بالعكس الإعلام له قوة. عن طريق الإعلام ممكن يكون هناك فيه تأثيره كبير على متخذي القرار وتوجيهه الرأي العام، يعني ممكن الإعلام يوجه الرأي العام للطريق اللي يكون ممكن صح أو ممكن يكون غلط، وتوعية المجتمع لكي يصبح الإعلام الجامعي ناقلا أمينا لمنجزات الجامعات ونشاطاتها، وليس ناقلا أو مسوقا أو مروجا كما كان سائدا من قبل. وشكرا معالي الرئيس. شكرا دكتور ابتسام. الشيخ معتق الحربي. شكرا معالي الرئيس، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، أصحاب الفضيلة، نرحب بكم في منطقة حائل، حياكم الله جميعا. أما مداخلتي فهي حسب المحور. في الحقيقة أن الشراكة بين الإعلام والقطاعات الحكومية يجب أن تكون علاقة متينة مبنية على الاحترام، وأن تكون شراكة ثقة وبناء، لا شراكة إثارة وتبادل للاتهامات. ونحن في القطاعات الحكومية كذلك بحاجة ماسة إلى سمع وعين وقلم الإعلامي القوي الأمين، بعيدا عن الشخصنة واصطياد الهفوات وتضخيمها وانتزاع التصريحات إن لم تصل إلى درجة اغتصاب التصريحات في بعض المرات من بعض الإعلاميين. فنحن بحاجة إلى التعاون جميعا، مع كذلك حاجة مدراء القطاعات الحكومية إلى سعة الصدور والبعد عن الحساسية مما يطرح. فجميع القطاعات الحكومية هي بحاجة إلى عيون وأقلام إخواننا الكتاب. وفي الختام ليعلم الجميع إعلاميين ومشرفين ومدراء قطاعات بأنهم مسؤولون أمام الله جل وعلا، وأن عليهم ملائكة كراما كاتبين يعلمون ما يفعلون. فإن قصروا وسلموا من عين الإعلاميين فإنهم لن يسلموا من المحاسبة أمام الله جل وعلا. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وشكرا معالي الرئيس. شكرا شيخ معتق. الأستاذة بديعة كشغري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلاقة بين الإعلام والقطاعات الحكومية كما تحدث معظم الزملاء يعني عبروا عن معظم ما أود أن أقوله، ولكن أود أن أركز، يجب أن تتميز بالشفافية والمصداقية والابتعاد عن مفهوم الصراع أو التصارع بين الطرفين، هذا من جهة، أو مفهوم المحسوبيات والمجاملات من جهة أخرى. فالعلاقة يجب أن تكون طريقا ذا خطين أو عملة واحدة ذات وجهين، وهذه مفاهيم بالطبع لن تتأسس إلا على مدى طويل من الممارسة.
فإن كان الإعلام فإن كانت القطاعات الحكومية مناطة بسلطة المؤسسة ومسؤولياتها الإدارية والمهنية، فالإعلام بالطبع هو السلطة الرابعة أو العين التي يقع ضمن نطاقها توزيع المعلومات، تغطية الأحداث، مناقشة القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وتسليط الضوء على المستور. وهذا يستلزم الحصول على المعلومات والحقائق كالإحصاءات وتقارير الإنجازات من مصادرها ودون صعوبات، وهذا حق للإعلامي والصحفي كما هو حق للمواطن على افتراض الثقة وحسن النية في مهنية الإعلامي، والتي من شأنها إذا ما توفرت دعم عنصر الثقة المتبادلة بين القطاعات الحكومية والإعلام. أركز على أسلوب نقد القطاعات الحكومية، فالأسلوب عامل مهم جدا وحيوي، يتطلب من الإعلامي توخي الدقة في تناول الحقائق والمعلومات وتحليلها من واقع تأثيرها في بنى المجتمع ومسيرته التنموية والخدمية. في المقابل يتطلب تجاوب هذه القطاعات مع ما يطرح من نقد لأساليب أدائها وثغراتها دون اللجوء إلى الدفاعية، حيث أن عنصر الدفاعية يبعدها عن عنصر الموضوعية، كما أن تحسن المؤسسات الحكومية عالميا وعلى مستوى دولي عالمي في الدول المتقدمة جاء نتيجة دور الإعلام الإيجابي بنقد كل هذه المؤسسات على المستوى الداخلي. ولكن ما نراه وما نلمسه في أغلب ما يطرح في إعلامنا هو من سبيل إما الإطراء والمديح أو تلميع الصورة كما ذكرت الأخت نورة أعتقد، وهذا جانب لا يهم المواطن ولا يفيد في حل المشكلات التي يعاني منها المجتمع، أو يأتي على سبيل النقد الغير بناء والذي لا يتوخى الدقة أو يتوخى فقط الإثارة. وهنا لعلني أقترح إنشاء دائرة أو هيئة لمكافحة الفساد في كل قطاع حكومي تكون بمثابة تطبيق معايير الجودة، يعني quality assurance لكل قطاع وليس فقط على مستوى الدولة. شكرا أستاذة بديعة. أستاذ نايف المهيلب. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في عصر الاحتراف وفي أيضا قبول الاختلاف، ومن هنا أقول بأن الساحة الإعلامية تعاني من بعض، وأقول بعض المراسلين المتسلقين الوصوليين، ومن هنا أرى أن هناك نقصا وخللا في إعداد هؤلاء لمعالجة هذه الظاهرة. فأنني أقترح بإنشاء أكاديمية متخصصة اسمها الأكاديمية الإعلامية، تكون تابعة للقطاع الخاص. الأمر الثاني أو النقطة الثانية، أجمع الزملاء في المداخلات السابقة على ضرورة الثوابت الدينية والوطنية، وتأكيدا على هذا المبدأ ومع هذا السياق، فأنني أقترح أن تقوم أو تكون هناك لجان بإعداد خبراء في مكافحة الزندقة والإلحاد. على غرار نحن نتابع الجانب الإعلامي، هناك خبير في شؤون القاعدة، هناك خبير في شؤون الإرهاب، لكن لم نسمع يوم من الأيام أن هناك خبيرا في مجال الزندقة أو في مجال الإلحاد. ونحن أمام طيف كشغري قادم، لسنا أمام حالة فردية وإنما أمام طيف، هذا الطيف يجب أن يقابل بهيئة متخصصة في هذا المجال. وشكرا. شكرا أستاذ نايف. أستاذة أميمة ساهد. بسم الله أبدأ بها أستعين. بداية مداخلتي عن علاقة الإعلام مع قطاع التربية والتعليم، خاصة وأن وزارة التربية والتعليم أنشأت إدارة إعلام تربوي نسائي منذ عام 1422، وما زال يعتبر حديث الإنشاء حتى الآن. إذن فمن الأهمية أن احنا نوضح أهمية التربية الإعلامية، لأن التعليم بصفة خاصة والتربية بصفة عامة من أهم المجالات الرئيسة التي يمكن للإعلام أن يؤدي فيهما دورا واضحا منتجا، وأن يتكامل دورهما مع دور الأجهزة الأخرى. فالتربية الإعلامية تعني بوسائل الإعلام وأساليبها من أجل توظيفها واستثمارها في المجال التربوي. والتربية الإعلامية يقصد بها التثقيف الإعلامي لجميع فئات المجتمع التربوي، ويتحقق من خلالها إعلاما متوازن يسهم في تجويد الأداء الإعلامي وحماية الفكر ونشر الوعي والثقافة وإيجاد شراكة فكرية
بيننا وبين أبنائنا تساهم في نقلة نوعية في تطوير وحماية الحقوق الفكرية وتربية الرقابة الذاتية وتحسين الأداء. لذا فإن تكوين الفرد في مجتمعنا التربوي وصياغته فكرا وروحا وجسدا ونفسا بات ضرورة حتمية لإعداد الفئات القادرة على مواكبة المستجدات والتفاعل معها بشكل إيجابي يسهم في تحقيق النهوض بالمستوى الفكري والثقافي والاجتماعي. لذا أرى أن وزارة التربية والتعليم أن تعيد صياغة التربية الإعلامية في التعلم من خلال إيجاد الصيغة التوافقية لتنمية وتطوير شخصية أبنائنا وزيادة مقدرتهم الإبداعية وكفاءاتهم الإنتاجية وتوفير كفاءات مؤهلة قادرة على الاتصال بمهارة عالية بما يتحقق معه أعلى مردود من التأثير والتأثر من خلال الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية والموجهة للمجتمع المدرسي لمختلف الفئات العمرية، والناتج تكوين تلك الشخصية القادرة على تقييم الثورة الإعلامية والتفاعل معها إيجابيا. وأكبر دليل ما نراه الآن من مشاركة ابنتنا الطالبة روان وابننا الطالب سلمان في المحور إن ما هي إلا نماذج مشرقة ومشرفة، نتائج إن شاء الله تكون من الميدان التربوي بجانب طموحهم ورغبتهم وإبداعهم. أما من حيث التجاوب عن النقد من وزارة التربية والتعليم، وتعتبر العلاقة بين الإعلام والتعليم علاقة ذات شجون وعلاقة عميقة تشوبها بعض المعاناة، وأنا ضد ثقافة التعميم، ولكن هناك معاناة للإعلاميين في الحصول على المعلومات، معاناة عند رغبة في مقابلة بعض المسؤولين، معاناة في تأخر الرد على ما ينشر في الصحف نظرا للروتين المعتاد، معاناة في رفض البعض للتصريح في وسائل الإعلام في قضايا هامة، معاناة وصلت إلى حد صدور تعاميم داخلية يوقع عليها منسوبو كل إدارة من إدارات التعليم بمنع التواصل مع وسائل الإعلام بأي شكل من الأشكال، بالإضافة إلى تعدد المصادر وتداخل بعضها البعض، ومعاناة تتلخص في أن دور الإعلامي من وجهة نظر التعليم يعني إلقاء الضوء على الإنجازات واللقاءات، ولكن عند حدوث أزمات أو تبني قضايا معينة نجد منهم التهميش للدور وبالتالي شكراً. شكراً أستاذة أميمة. الدكتور محمد الحضيف. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة مداخلتي هي من شقين، الشق الأول هو أو مبدأها قضية الخصومة بين الإعلامي والمؤسسة الحكومية أو بين المؤسسة الحكومية والإعلامي. ففي الإعلام فالمؤسسة الحكومية تنظر للإعلامي الصحفي على أنه جاسوس ومتآمر فتحجب عنه المعلومة، فبالتالي لا تصل معلومة صحيحة ودقيقة للناس لأن الإعلامي يحاول أنه يتلمس المعلومة من أطراف ثانية. وفي ظل الإعلام الجديد أصبح الناس يسربون معلومات وينشرونها في الإعلام الجديد، وهو ما يثير بلبلة ويثير مشكلة، فتلجأ المؤسسة الحكومية إلى أنها تحاول أن تطارد هذه الظاهرة وتحاول أنها تحجم من خطرها، وهذه مشكلة حقيقية. نحن لدينا أخطاء ولدينا فساد، لدينا يعني سرقة للمال العام، ويجب أنه هناك يكون هناك مقدار عالي من الشفافية والوضوح في إعلان هذه الأشياء حتى يتم القضاء عليها. هذا جانب. فمبدأ الخصومة وتخوين الصحفي واتهام أنه يحرض صاحب فتنة يجب أن ينتهي. الجانب الآخر هو لما يتحول الصحفي في عملية اصطفاف فكري فيناصب بعض مؤسسات الدولة العداء، مثلا هجوم بعض الصحف على الهيئة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكأننا استوردناها من المريخ وليس كأنها مؤسسة للدولة وتصرف عليها وكذا. هذا الاصطفاف الفكري يجب أن ينتهي، يجب أن ينتهي، يجب أن ينظر إلينا إلى أننا شعب واحد، وأن الهيئة ولا القضاء ولا غيرها وكذا إنما هي مؤسسات للدولة أقيمت لخدمة البلد ولخدمة المجتمع. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا دكتور محمد. الأستاذة مور الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم. من خلال هذا المحور علاقة بين الإعلام وقطاعات الحكومية، للأسف الشديد ما زلنا نعاني من انغلاق القطاعات الحكومية على إداراتها الإعلامية، الإعلام الخارجي طبعا. كثير منها يعيش في عزلة تسيء لمستوى نوعية الخدمات المقدمة لديها على المستوى الوطني، وأرى أن تلك الإدارات الإعلامية الحكومية تفتقر الكوادر الإعلامية المؤهلة التي ما تدرك يعني ضرورة التواصل بروح شفافة مع النقد الموجه لها، وطبعا لديها نقص واضح كثير في مهارات التعاطي مع التغيرات الإعلامية من حولها. والأفضل يعني من وجهة نظري أن تكون وزارة الإعلام هي المظلة الرئيسية تلك الإدارات نهوض مستواها الإعلامي، وتفرض عليها آلية محددة للتجاوب مع أن يطرح عنها بروح شفافة وعدم تهميش النقد الموجه لها. كثير من القطاعات الحكومية تهمش الكثير من النقد الإعلامي الموجه لها. أيضا أتمنى من خلال هذا اللقاء الوطني
إلغاء قرارات إيقاف الكتاب ظلم مجرد تناولهم ضعف الخدمات المقدمة في بعض القطاعات الحكومية. فالكاتب بلا شك ما يحارب شخص المسؤول عن ذلك القطاع قدر ما محاربة للنقص تقديم الخدمة المقدمة للمواطن المحتاج لها. وخاصة اللقاء هذا موجود ممثلين وزارة الإعلام، أتمنى تشجيع الروح الوطنية لكثير من الأقلام، لدينا كثير أقلام صادقة، وليس السعي لإخماد حماسها الوطني وتحويلها لشعورين تكون أقلام شخصية تشيد مقام الجهة والبحث عن رضاها، وما يحقق هذا طبعا من مصالح شخصية تسيء لتحقيق المصلحة الوطنية. شكرا لكم. شكرا دكتورة موضي. دكتور علي القرني. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا طبعا من فترة طويلة وحنا نتكلم عن مصطلح كان يتكرر اسمه كلام جرائد. هذا المفهوم أو هذه المقولة أنا في ظني أنها انتهت إلى الأبد، انتهت وعفى عليها الدهر الآن. كانت طبعا هي مشجب تقوم فيه الأجهزة التنفيذية في مختلف قطاعات الدولة اعتبارها كمشجب للتحرر من أي مساءلة أو تعليق أو رد في أي موضوع من الموضوعات. طبعا في نظري اللي نسخ مثل هذه المقولة هو الأمر الملكي اللي صدر مؤخرا بخصوص ضرورة رد الأجهزة التنفيذية في الدولة على ما يكتب في الصحافة، على ما يعلق، على ما يكتب. وهذا في حد ذاته يعني في نظري، في نظر الجميع الحقيقة، أنه سيشكل نقلة جديدة في كيفية التعاطي بين الأجهزة التنفيذية وبين وسائل الإعلام، لأنه بيجبر الأجهزة التنفيذية أنها تتعامل مع الإعلام بشكل إيجابي، وأن التردد اللي كان موجود سابقا يعني مفروض أنه ينتهي، وأنه مصطلح كلام جرائد خلاص، لأنه أي كلام الآن في الجرائد يعتبر يعني مهم ويجب التعامل معه. الحقيقة هناك عوامل تحفز على التعاطي الإيجابي مع وسائل الإعلام. رقم واحد أنه لدينا في المملكة طبعا إنجازات يعني كبيرة، إنجازات يعني وطنية، إنجازات تنموية كبيرة، وكلنا ندرك هذا. في نفس الوقت أيضا نحن ندرك أن هناك قصور، يعني الإعلام الجهاز التنفيذي عندنا يحتاج أن يدرك أن هناك قصور، وهناك أيضا يعني ملاحظات ويجب أن تذكر أو تبرر أو تشرح. النقطة أو عامل آخر أيضا هو تنامي مسؤوليات الإعلام. الآن مسؤوليات الإعلام بدأت يعني تصعد بشكل كبير، ودور الإعلام بدأ يكون محوري ومؤثر على القرارات والمسؤوليات العامة. في نظري أنه الوضعية الحالية الآن هي وضعية شراكة، بالذات مع وجود الأمر الملكي هي وضعية شراكة بين وسائل الإعلام وبين الأجهزة التنفيذية، طبعا بهدف توضيح الصورة للمواطن. شكرا. شكرا دكتور علي، وأنت أزل 20 ثانية من خلال ما تبقى من كلمة رئيس جمعية اتصال السعودية، لأشكر الإخوة المتفاعلين معنا من خلال موقع المركز ومن خلال الفيسبوك وتويتر والهاشتاج الخاص بالمركز، بارك الله فيهم، ولا نستغني عن مواصلة تواصلهم معنا. شكرا للجميع. الأستاذة نوف. أقدر صح بس اسم الجمعية دكتور؟ اسم الجمعية أقدر صحه بس؟ هي الجمعية السعودية للإعلام السعودية. الجمعية السعودية للإعلام والاتصال. أنا أرجو حتى من الأخوان في إذن السي جي. الأخوان عليهم تعديل المسمى. شكرا جزيلا. الأستاذة نوف الغشيان. نعم سعادة الرئيس، نحتاج ما يعرف بإعلام المجتمع. يهدف هذا الإعلام إلى توضيح دور المؤسسات الحكومية بواقعها الحالي الذي لابد أن يكون وليس بالمفروض الذي يجب أن يكون من الإنجازات. أيضا إعلام المجتمع يحتاج إلى عدة عوامل حتى يفعل. أولا بيان دور الجهات الحكومية حتى يعي المواطن ما تقوم به هذه الجهات، يتعرف على عملها ويقر أيضا ويقدر جهودها لتنمية حتى الوطنية تجاه هذا الوطن. ثانيا توعية المواطن ما له وما عليه تجاه هذه الجهات الحكومية. أيضا إعلام المجتمع، وهذه ثالث يمكن مفهوم أو عامل يحتاجه إعلام المجتمع، هو يتيح فرصة التغيير للأفضل حيث يبث المفاهيم
التي تريد الدولة أن يتبناها هذا المجتمع أو تعدل فيها. رابعاً، تبني قضايا فئات المجتمع كقضايا الشباب، قضايا المرأة، وبالتالي نفتح نقاش القضايا وإيجاد حلول لها بشفافية وتفكير بصوت عال. لتحقيق إعلام المجتمع نحتاج إلى إذاعة مستقلة له، وقناة مستقلة له تسمى بإذاعة المجتمع، وقناة تسمى أيضاً بقناة المجتمع، أسوى بقنواتنا الأخرى كالثقافية والإخبارية وغيرها. شكراً لكم. شكرا أستاذ نوف. الأستاذ طلال للشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بالتأكيد أن العلاقة بين وسائل الإعلام والصحف ومسؤولي الجهات الحكومية هي علاقة متوترة وغير جيدة، وهذا أعتقد أنه شيء واضح، ولكن أنا أجد فيه كثير من الإيجابية، لأن الوقت الذي يرضى فيه المسؤولون الحكوميين عن وسائل الإعلام وعن الصحافة، أنا أعتقد من وجهة نظر خاصة أننا لا وقتها يعني أننا لا نؤدي عملنا المنوط بنا والأمانة التي يجب أن نوصلها من خلال وسائل الإعلام. نقر أنه في بعض الأحيان وسائل الإعلام البحث عن المعلومة عن الانفراد قد يؤدي في بعض الأحيان وهي نادرة إلى ورود معلومات خاطئة أو غير صحيحة عن بعض جهات الإعلام، ولكن هناك جهات تحاسبنا وهناك مسؤولين في الصحف يحاسبوا العاملين والصحفيين. أعيد بعض النقاط اللي أكد عليها الأخوان على عجالة، اللي أكثر ما يشتكي منه الصحفيين في التعامل مع وسائل الإعلام، وهي أولا غياب المعلومة، وهذا شيء واضح في أغلب أجهزتنا الحكومية. أيضا عدم تجاوب المسؤولين بشكل كبير وكبير جدا مع وسائل الإعلام، إلا بعد يعني نشر النقد يبدأ التجاوب وليس قبله كما يفترض. أؤكد على من قالوا أن المتحدثين الإعلاميين غير مؤهلين بشكل كافي، ويجب أن يكونوا محترفين ومن الإعلاميين المميزين ليستطيعوا نقل رسالة الجهة الحكومية وتوضيح الصورة بشكل عاجل وفعال. وأكرر المثل بوزارة الداخلية، وهي من أهم وأكثر وزارات حساسية، على التعاون الكبير اللي يجد الإعلاميين في التعاون مع وزارة الداخلية في الجانب الإعلامي. تعليقين بسيطين على سريع على بعض المداخلات. أحد الأخوات تكلمت عن علاقة الجهات الحكومية بالصحفي، وأنه في بعض الأحيان لما يكون الصحفي دائم تنقطع العلاقة، هذا غير جيد أن تستمر العلاقة. مصطلح اغتصاب التصاريح أعتقد أنه مصطلح غريب علينا، ويجب على المسؤول أن يعلم متى يتحدث ولمن يتحدث وبماذا يتحدث، لا أن نرمي فقط تهم استعجالنا على الإعلاميين. وشكرا لكم. شكرا أستاذ طلال. الدكتورة نورة المهباد. السلام عليكم. نجد أن التطرف في علاقة الإعلام بالقطاعات الحكومية بحالتيها، أي التطبيل والانتقاد لأنشطة وخدمات هذا القطاع أو ذاك، يصيب الناس عموما بحالة من الإحباط، ويفقد الإعلام المصداقية لدى الجمهور. لذلك فإن الموضوعية والاتزان في هذه العلاقة هي المطلوبة في التناول. كذلك فإن تجاهل القطاع الحكومي في بعض الأحيان للإعلام يولد غموضا وشكا في إنجاز هذا القطاع مهما كان تميزه. وهناك ملحوظة بالنسبة للموقع الإلكتروني ببعض القطاعات، نجد أن هناك تواصلا في اتجاه واحد فقط من الجمهور نحو القطاع، وإذا لم يكن هناك تفاعل من الموقع من القطاع إلى الجمهور، فإننا نجد أن هذه القطاع سيكون الفاعلية يعني فاعليتها ستكون قليلة، وبذلك فإن هذه القطاعات ستكون ليست قادرة على تجديد نفسها بالسرعة نفسها التي تحدث فيها التغيرات حولها، وإنما تم إنجاز هذا الموقع شكليا فقط أو حتى تصف المؤسسة بمواكبة العصر، وهذا ليس صحيح أو من المفترض ألا يحدث، لأن التواصل هو أساس استخدام التقنية، وإلا فلا لزوم لاستخدامها. أيضا لدي تعليق بسيط بالنسبة لمن ذكر أن لدينا لابد أن نخرج من هذا اللقاء بآليات أو معالجات. أنا أظن المطلوب هو إيجاد رؤية موحدة للنظرة اللي عملت الوزارة أو لما طرحها من محاور، وليست الخروج بآليات. أظن هذا هو المطلوب يعني. وشكرا. شكرا دكتورة نورة. الشيخ محمد النونان. السلام عليكم. نحتاج في هذا المحور إشارة إلى ثلاث نقاط على عجالة من الأمر.
النقطة الأولى اللي هي في علاقة أو العلاقة بين الإعلام والقطاعات الحكومية، نحتاج إلى قضية الشفافية والوضوح بل والصدق، فنعمل جاهدين بتجنب الغموض أو إن صح التعبير بتغيير الحقائق وقلب الحقائق، وهذا مهم جدا، فلا بد من الشفافية، فالمواطن يحتاج إلى هذه القضية، يحتاج الصدق، يحتاج الوضوح. ثم نأتي إلى القضايا المطروحة أيضا، النقطة الثانية، القضايا المطروحة يا معاشر الإخوة والأخوات، أنا قدمت الإخوة لأن كل اللي دائما يقول الإخوة الأخوات والإخوة، فحنا المرة هذه قدمنا الإخوة والأخوات، ولا أظن هناك ثمة تثريب. أقول القضايا المطروحة صارت في هذا الطرح أو في هذا الجانب سعد الله، صارت بين كما يسمى بين التضخيم والتحجيم، وأظن أن المواطن أيضا وأنا كمواطن وأنتم نحتاج أو يحتاج إلى المصداقية والدقة والوضوح. إذن لا تحجم ما لا يحتاج تحجيم، ولا تضخم ما يحتاج تخزيم أو تقزيم. إذن كلا طرفي قصد الأمور ذميم والوسطية مطلوبة، ونحن أمة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ثم قضية النقطة الثالثة المقارنة، فيا أيها الإخوة الإعلاميون تجنبوا المقارنات، قد يحصل أو قلما أنها ترى ما تكون مجدية، غالبا ما تكون مجدية أو دقيقة وتؤدي إلى نتيجة، فاختلاف الطباع والبيئات، فلو حصل غلط وشطط في خل نقول في أي وزارة من الوزارات في منطقة من مناطق، إذن لماذا أعمم أقول كل الوزارات على هذا النمط وعلى هذا المنوال؟ لا، لا بد من تجنب التعميم وتجنب المقارنة، فإنها أو كما نقول فكلكم أخطاء وللناس أعين، ولا يكون أحدنا يعني أجلكم الله كالذباب كما يقول الشيخ الإسلام تيمية، يقول لا يقع إلا على الجرح، لا لا تكن كهذا، ولكن إن وقع يعالج الخطأ وبدون تعميم وبدون مقارنات، والله أعلى وأعلى. شكرا شيخ محمد. أستاذ لول والحمدان. بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نتكلم عن العلاقة بين الإعلام والقطاعات الحكومية ينبغي أن نضع أمام عيوننا مبدأ النقد البناء. النقد البناء يتطلب منا أن يكون له هدف، والهدف متى ما كان إيجابيا في التواصل بين الإعلام وبين القطاعات الحكومية مؤكد أنه سيحقق لنا دور هذه المؤسسات أو القطاعات الحكومية أمام المجتمع، والإعلام يعتبر هو عين المجتمع على خدمات هذه المؤسسات. ثانيا، على الإعلاميين ويتحملون الإعلاميين شوي أنهم يتعاملون مع الحدث وما يترتب عليه من سلبيات أو إيجابيات أو الموقف، وليس مع الأشخاص، فكثير من الأحداث تكون تميل للشخصنة أكثر من نفس الحدث، أو عدا إعطاء السلبية دون إعطاء البديل، فينبغي الإعلام له دور تبادلي وليس فقط النقد. أيضا القطاعات، عشان نربط بين القطاعات الحكومية والإعلام لابد أن نبرز الوجه الإيجابي وندعمه في هذه القطاعات، لا يكون فقط عين الإعلامي على السلبية كما ذكر كثير من الأخوان الأخوات قبلي، ولا يتم ذلك برفض العين الناقدة من قبل القطاع الحكومي، لأن الخدمات التي تقدم في هذه المؤسسات وقياس إيجابياتها لازم أن يكون متناسبا لما هو مطلوب للمجتمع ومتوائما مع حجم التكلفة اللي تكلفها هذه الخدمات. أيضا ينبغي أن يكون وزارة الإعلام ووزارة التربية والتعليم مسؤولة مع بقية القطاعات الأخرى بزرع ثقافة العلاقة المهنية بين الإعلاميين وبين هذه القطاعات، فالإعلام هو وسيلة لإحداث العلاقة الأفضل وليس للتهديد، لأن الكل فاهم أن الصحافي جائجة عشان يلقط الزلات أو يلقط الأخطاء. النقطة اللي بعدها، على الأخوان الممارسين سواء بالصحافة أو بالتلفزيون أو بغيره تجنب الإلغاء المطلق، فيكون في ثغرة في قطاع ما تعمم هذه الثغرة، ولكن علينا أن نتجنبها حتى يكون هناك دقة مصداقية وشفافية فيها. أيضا التعميم، عندما يقابلنا موقف من شخص ما نعممه، وفي الأخير منهجية العلاقة المهنية بين الإعلام ووسائله في التعليم ينبغي أنها تؤسس لها أرضية من الآن فيما سبق نستفيد منه في وضع الأرضية بالنسبة للأجيال القادمة في التعليم من الابتدائي فما فوق، حتى يكون لدينا رؤية واضحة بالنسبة للأجيال في العلاقة المهنية بين الإعلام والقطاعات الحكومية. وشكرا. شكرا أستاذة نورة. الأستاذ صالح الحمادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يعني إذا صدق المثل اللي يقول اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، أنا أقول اسأل رئيس تحرير ومن هو بالإعلام يعتبر خبير ولو كان خبير صغير. يعني من واقع تجربة مع الأسف الشديد أنه الكثير من وسائل الإعلام، خلنا أبدأ بالنقد للإعلام ومن ثم أنتقل إلى القطاعات الحكومية، وأبدأ بهيئة الصحفيين السعودية اللي رأسها أستاذنا الكبير تركي السديري، وموجود الأمين العام الأخ الدكتور الكبير عبدالله الجحلان. مع الأسف الشديد كثير من الوسائل الإعلامية حتى في وزارة الإعلام موجود الدكتور الجاسر، أنه لا توفي يعمل في منزله، هو لا يعمل في قطاع حكومي، والمطلوب أن يرد على كافة التساؤلات التي تأتي سواء من عامة المواطنين أو تأتي من الصحفيين أو المراسلين التلفزيونيين. إذا كان هناك إهمال وتجاهل في اعتقادي الشخصي أنه لا يرغب بالتعامل سواء مع خلي نسميه الماس ميديا اللي هو الإعلام الشمولي المتكامل، أو لا يرغب حتى بمقابلة أو مراجعة الجمهور، عليه يجلس في بيته يا أخي، لأنك لم تأتي لأن تقبض من مقابلة الناس. وأيضا في المقابل على الجهات والمؤسسات الإعلامية أن تؤهل الكوادر الموجودة، واتفق مع الأخ جيران فيما ذهب إليه حول مسألة التأهيل والتأهيل الجيد جدا، لسبب بسيط أنه يجب أن يكون يظهر بمظهر محترم أمام الجهات التي يقابلها. وهذا الخلل موجود مع الأسف الشديد، رغم التعليمات ورغم التوجيهات الصادرة من القيادات السياسية وعلى رأسها سيدي خادم الحرمين الشريفين فيما يتعلق بإيصال المعلومة للمواطن، والمواطن أيضا يمثل في هذه الناحية أو في هذه المسألة هو الإعلامي سواء كان صحفيا أو مراسلا تلفزيونيا. شكرا. شكرا أستاذ صالح. الدكتورة نورة المري. بسم الله الرحمن الرحيم. العلاقة بين الإعلام السعودي والدوائر الحكومية علاقة تكاملية تنصب في خدمة أبناء هذا الوطن، ولكن لماذا لا يكون هناك تعاون فعلي بين وزارة التربية والتعليم والقنوات الفضائية السعودية أو المملوكة للسعوديين؟ على سبيل المثال، طبعا في مداخلتي سأركز على الجانب التطبيقي، خاصة أنه بيننا ما شاء الله من الكثير من غطى الجانب التنظيري. أرى ضرورة التعاون مع الأدباء السعوديين لإنتاج ما يناسب ثقافة الطفل السعودي إذا أردنا أن نخدم الوطن متمثلا بوزارة التربية. أيضا لماذا أفاجأ بإحدى القنوات الفضائية المملوكة للسعوديين تقوم ببث مسلسل مقتبس من إحدى قصصي دون حفظ حقوقي كمؤلفة سعودية؟ ولولا المتابعين للقنوات الذين حرصوا على إبلاغي لما اكتشفت هذا الاقتباس بسبب سهولة السرقات الأدبية مع الإعلام الجديد وعدم تبين القنوات الفضائية مصادر القصص التي يستفيد منها كتاب السيناريو. العاملين في الجهات الحكومية يتطلعون إلى الإعلام الذي ينتظرون منه أن يقول ما لا يستطيعون قوله، ولكن يفاجأ الموظف الذي يتعامل مع الجهة الحكومية بأن شكواه إما تحور أو تحذف، كما حدث معي في إحدى الصحف السعودية المحلية عندما طلبت رأيي في مهرجان الجنادرية العام الماضي ثم فوجئت بحذف رأيي. هل لأن الإعلام يمارس عليه سلطة أخرى تجعله لا يتوخى السرعة والمصداقية في نقل الأخبار؟ كذلك المستشفيات الحكومية تعاني الكثير من العجز في كثير من خدماتها، ومع ذلك أفاجأ بأحد المسؤولين في مستشفى حكومي يطلب مني أن أقدم شكوى على الخدمات المقدمة من المستشفى. هذا أيضا يجعلني أطرح سؤال آخر للصحافة والتلفاز، وهو هل هذه السلبيات الظاهرة للعيان بحاجة إلى شاهد عيان؟ إذن العلاقة المنفعية بين الإعلام والدوائر الحكومية لابد أن تلقى مزيدا من العناية، خاصة أن التعليم جزءا من العملية الإعلامية والصحة جزءا من هذا الإعلامي، من بناء هذا الإعلامي، بالإضافة إلى غيرها من الدوائر الحكومية التي لم أتعرض لها، مثل العلاقة بين الإعلام ومصلحة الزكاة والدخل. فجزء من عمل هذه الدائرة المهمة لا يتم إلا من خلال الإعلام، وهي الزكاة الطوعية. لذلك أقترح أن يضاف مصطلح التخصص في الإعلام لخدمة جميع هذه الجهات. أخيرا أحب أن أعلق على رأي أحد المشاركين. شكرا دكتورة نورة. الأستاذ فهد الأحمدي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعونا في البداية نعود لتعريف مصطلح الإعلام. الإعلام هو النشر والإخبار والإشهار، وهذه كلها صفات تعني أن الإعلام لا ينجذب لغير مظاهر النقص والانحراف والقصور. وهذه نصيحة أوجهها لرؤساء الدوائر الحكومية، بمعنى أن الدائرة الحكومية التي تسير بشكل جيد وكامل والكمال لله طبعا لا تستحق من الصحفيين، أو لا يرغب الصحفيين مثلا في رصدها أو في الإخبار عنها أو في النشر عنها. فهذه هي يا جماعة هي طبيعة العمل الصحفي، هي طبيعة الإعلام، يعني رصد أوجه القصور في أي مجتمع. أنا شخصيا لدي قناعة بأن ما يحدث في الخفاء يجنح إلى الفساد، أي شيء يتم في الخفاء لابد أن مصيره الفساد، وهذا أمر يعني تحدث فيه فلاسفة ومفكرون من أيام ابن خلدون. الخفاء صنع الفساد، ومن خلال تتبعنا لمسيرة الصحافة السعودية نلاحظ أنها ساهمت بالفعل في رفع جودة الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية من خلال نشر الحقائق ورصد أوجه النقص والقصور. صحيح أنه هناك يعني كثير من المهاترات والجدل والنقاش وحتى الكبرياء بعض الأحيان والإنكار، ولكن في النهاية نلاحظ أن هذه المؤسسات الحكومية التي تنقد في وسائل الإعلام في النهاية تحاول أن تسدد أوجه النقص والقصور التي تحدثت عنه وسائل الإعلام. انظروا في المقابل، لو لم تتحدث وسائل الإعلام لظلت الأمور سائرة كما هي، ولا أعتقد الجميع بأن الأمور يعني زي ما يقولوا 100% وكل شيء تمام وأبد. فهذه هي وسيلة أو طبيعة العمل الصحفي والإعلامي، فالإعلامي دائما يبحث عن النقص وأوجه القصور في أي عمل. طبعا مفهوم الشراكة بين الطرفين يعني غائبا، والطرفان الآن يعني تنقصهم الاحترافية سواء من ناحية الإعلاميين أو من ناحية موظفين العلاقات العامة. موظفين العلاقات العامة يتصورون أن مهمة الإعلامي فقط هي التلميع، مهمة الإعلامي أن لا يبحث أكثر، أن يأخذ ما يعطى إليه، بينما الإعلامي يعاني من حصار حديدي من عدم يعني تقديم المعلومات والمصادر إلى آخره. في النهاية أنصح الدوائر الحكومية بالشراكة النزيهة بين الطرفين، وعدم ترك المواطن حائرا لأنه لا يستمع فقط إلا إلى رأي وحيد وهو طبعا رأي الصحفي. والسلام عليكم ورحمة الله. والسلام. شكرا أستاذ فهد. دكتورة إلهام حسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. بما أنني أساسا من القطاع الأكاديمي في الأصل، أرجو من الزملاء والزميلات السماح لي بتشبيه العلاقة بين القطاعات الحكومية والإعلام بمؤسسة التعليم العالي، المؤسسات التعليم العالي وجهات الاعتماد الأكاديمي. فمما لا يخفى للجميع أن وزارة التعليم العالي تخطو نحو جعل الجامعات السعودية جميعها تأخذ الاعتماد الأكاديمي المؤسسي من الجهات الوطنية وجهات عالمية للبرامج. أول خطوة يقوم بها الجامعة لكي تتقدم بهذا الاعتماد الأكاديمي هي الدراسة الذاتية، أوكي؟ والدراسة الذاتية الصادقة التي يعني تنظر لجميع مكامن الضعف الموجودة بالجامعة. وحينما تتقدم هذه الجامعة إلى المؤسسة تظهر بأنه أنا أعلم أنه هنا في مشكلة، لكن هذه الخطوات التي أتبعها لإصلاحها، وتظهر بالأدلة يعني تقدم الأدلة لهذا الجهة الاعتماد الأكاديمي. هنا لا تمنع من الاعتماد الأكاديمي إذا لم يكن أساس في الضعف. فلماذا لا يكون القطاعات الحكومية تبدأ أولا بالدراسة الذاتية، وهنا ما يصير في تأخير لأنه خلاص أنا أعرف مشاكلي، ما انتظر الإعلام يجي يتصيد الأخطاء التي توجد لدي، ويكون دور الإعلام إنها تساعد القطاع الحكومي بأنها توصل هذه وجهة النظر للمجتمع. يا جماعة هنا هذه القطاع الحكومي، هذه هي المشاكل الموجودة فيه، وهي الآن تتخذ الخطوات لإصلاحها. هنا ما يصبح إيش يعني هدف الإعلام، ما هو التفضيح؟ لا، إحنا كلنا جميعا هدفنا وطني واحد، أن قطاعاتنا الحكومية تكون على المثل الأعلى. ولذلك أعتقد أنه الإعلام لازم يكون جسر بين المجتمع والقطاعات الحكومية لإصلاح هذه القطاعات. وشكرا. شكرا دكتورة إلهام. دكتور عبدالله البريدي. العلاقة بين الإعلام والقطاع الحكومي علاقة مشوهة ومتوترة من وجوه عدة. سأركز حديثي على دور الصحافة، وأنا ممن يكتب الصحافة وعلاقتي لحد ما
جيدة، إلا أن وطني أكثر أهمية مما يجعلني أمارس نقدا واضحا وشفافا للصحافة. الصحافة السعودية في ظني أنها يمكن أن توصف بسمات عدة، إلا أن من السمات البارزة للصحافة السعودية يمكن أن نسميها بالصحافة رأسمالية، حيث أنها تدار وفق تروس رأسمالية، وأيضا يدخلها إيرادات تقدر بمئات الملايين. هذا الأمر يجعل جهات حكومية عديدة وجهات خاصة تمارس ضغوطا مباشرة وغير مباشرة على الصحافة، الأمر الذي يجعل الصحافة السعودية تخفق في أحيان كثيرة من ممارسة نقد حقيقي وفعال لهذه الجهات الحكومية. وأنا أعتبر أن الصحافة السعودية في أغلبها هي دكاكين إعلانات. لم أجد أي صحافة في العالم يوجد فيها من الإعلانات ما يوجد في الصحافة السعودية، ولذلك هي رأسمالية صحفية بامتياز. هذه الرأسمالية الصحفية أيضا تخفق إخفاقا واضحا في تأهيل طاقم سعودي وطني من حيث استقطاب الأكفاء بدءا، ومن حيث تأهيل الطاقات، وأنا أقول أن هناك طاقات أيضا ممتازة لكن لا يعملون على تأهيلهم ولا دعمهم لا بالتدريب، حتى الجوالات الشخصية يستخدمون المكالمات يستخدمون جوالاتهم الشخصية، والإيرادات بمئات الملايين. الصحافة السعودية يفترض أن تمارس نقدا وهي محمية من النقد، لا يوجد حتى الآن أي تقييم مهني مستقل للصحافة السعودية. لو أوجدنا مقياسا لفعالية الصحافة السعودية، أنا من 10 أنا أعطيها 2، والصحافة تقول 10. دعونا نحتكم إلى فريق مهني مستقل يقيم لنا دور الصحافة في تحقيق المصالح الوطنية العليا، وليست مصالح أصحابها للحصول على الأموال الضخمة. كذلك نتج عن هذا أنه كثير من الصحفيين الذين يغطون المناسبات بصراحة لا يصلحون إلا لتغطية افتتاح مطاعم بقالات، ولذلك هم عندما يأتون لتغطية بعض الفعاليات يغطون ما يقوله المسؤول ويتركون الآراء النقدية. ونحن لا نريد في الصحافة أن تبرز صور المسؤولين وتهمش. الجانب الآخر، أنا في ظني أن نحتاج إلى تطوير مقياس لفعالية الجهات الحكومية في التعاطي مع وسائل الإعلام، ويمكن أن نطور جائزة إعلامية للجهة الأفضل وذات كاريزما ممتازة. شكرا جزيلا. شكرا دكتور عبد الله. الأستاذ شيبة الشمري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نتفق جميعا أن الإعلام ضوء مسلط على المجتمع بكل قطاعاته. بعض القطاعات لا تقبل النقد ولا تريد فضح المستور من قبل الإعلام، حتى أن بعض الجهات ترفض توظيف أو نقل موظف لدائرتها لأنه كاتب أو إعلامي، في حين نجد أن بعض القطاعات قد تستقطب الإعلاميين كما ذكرت أحدى الزميلات لتظهر صورة المدير أو المسؤول للتلميع والمجاملة، تظهر هنا المجاملة. من ناحية أخرى فالإعلام مطالب بتناول الجهود من كل الجهات ومن نواحي سلبية أو إيجابية، ولا ننكر أن النقد وكشف الجرح هو بداية العلاج والشفاء بإذن الله. أيضا هناك نقطة، ووجود بعض الإعلاميين وسوء تناولهم لبعض القضايا التي قد تنفر منهم الجهات المعنية بالنقد والتناول الإعلامي، مما يحدث تصادم لا تكامل. هناك نقطة أيضا، وهي أن للإعلام، لا ننكر للإعلام جهوده المميزة، لا سيما أنه إذا اتسم بالمصداقية والحيادية في الطرح والتوثق وأخذ أي قضية من أطرافها المختلفة، وأن يكون بمستوى المتلقي والمتابع. بالنسبة لنقطة أخرى، وهي المراسلين أو المغطين الأخبار، سواء الأخبار الرياضية والأخبار الثقافية أو الأخبار الاقتصادية، مثلا من ناحية الثقافية التي أنا أعمل بها، هناك عجز أو نفتقر لوجود المراسل المتخصص في هذا التخصص، بحيث أنهم يغلطون أحيانا أو يخطئون حتى في أسماء المحاضرات أو أسماء الأدباء أو التفريق بين القصة والشعر والأمسية. إذا نفتقد هنا المغطي أو المراسل المتخصص في هذا الشأن.
الحقيقة أن الجودة والقصور موجودة في كل قطاع وفي كل جهة، والأشخاص يتفاوتون، منهم من يؤدي عمله بإتقان ومنهم من يقصر عن ذلك، ونحن هنا لردم هذه الهوة بإذن الله. شكرا لكم. شكرا أستاذ شيماء. أرجو من الأخوة والأخوات وقد بقي معنا سبعة منهم أن يختصروا لكي ننتهي في الوقت المحدد. أستاذ حمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم، سأختصر إن شاء الله. شكرا معالي الرئيس، أسعد الله ذريتكم بكل خير. أنا سأقصر مداخلتي على العلاقة التي تسبب الالتباس بين الجهات الحكومية وما بين وسائل الإعلام والصحافة تحديدا، وهنا سأتحدث بوصفي محسوب على الكتاب، ألبس عقال الكاتب هنا. طبعا يجب أن نؤمن بوصفنا كتاب ومسؤولين ودوائر حكومية وحتى قطاع خاص أن النقد هو الأساس للصحافة. الآن لا تستطيع الصحافة التحديد تنافس إلا بطرح الرأي وطرح والنقد، وإذا خلت من النقد انتهت الصحافة. ويجب أن نرحب بالنقد جميعا. على أولا أبدأ بالجهات الحكومية، يجب أن ترحب بالنقد عندما يأتيها نقد جيد موضوع، يجب أن ترحب به. ثم أن مع الأسف أنا أقول بعض الجهات الحكومية أو بعض مسؤوليها يحكمون على النيات. يا أخي لماذا تحكم على النيات؟ لم نشق قلب ذلك الكاتب أو تشق قلبه لتحكم على نياته. فهنا عندما تؤمن الجهة الحكومية أن النقد الهدف منه البناء وأن هذا الكاتب يريد الخير، أعتقد يمكن تسير العلاقة بين الكاتب أو بين الصحافة وبين الجهات الحكومية. في ذات الوقت الذي أنا أدعو المسؤولين في الجهة الحكومية وحتى في القطاع الخاص أن يرحب بالنقد ولا يحكم على النيات، طبعا أنا أيضا أنا أطالب وأنا واحد من أطالب الكتاب وأطالب أنفسهم أن أول أن يتسم نقدنا بالموضوعية، هذا أمر مهم جدا. أن أيضا أن تتوفر لدينا المعلومة، لأن عندما لا تتوفر المعلومة حتى رئيس التحرير ينحرج عندما ينشر نقدا لكاتب يثق فيه ثم لا تكون المعلومة متوفرة، هذه مشكلة في الواقع ويتيقن منها وبخاصة في الإعلام المقروء. أمر آخر أيضا أن يجب على الكاتب أن يبتعد عن الهوى، ولا يعني أنا والله جهة ذهبت في جهة حكومية لم أجد التعامل الجيد أو لم أجد أن أقدم على غيري أن أنقد هذه الجهة، هذا لا يجوز حقيقة ولا يجرمن شنآن قوم ألا نعدل. أما أننا لا نقبل الجهة الحكومية لا تقبل النقد، هذا أمر غير وارد وغير مطلوب. لكي يكون نقدنا موضوعيا على الجهة الحكومية أن تفرح به وتسعد وتأخذ به وتأخذ ما كان صالحا فيه، إذا كان أمر غير صحيح ممكن ترد الجهة الحكومية. الكاتب عندما يكون موضوعيا هنا يكون المشهد الصحفي والمشهد الكتابي يحقق الرسالة المطلوبة منه ويحقق الإعلام بشكل عام ما نأمله لمنظومة وطننا، وليكون الرأي المطروح في الوسيلة الإعلامية حافز على المزيد من العطاء والمزيد من الإبداع وتلافي الأخطاء، لأن الخطأ يعني أمر بشري. أخيرا أقول علينا أيضا أنا وأقول لأني أخاطب الكتاب وأنا واحد منهم، أن يعني عندما نرى قضية خطأ كبيرا ونتقم نكتب عنه، لكن أيضا في الوقت أحيانا يجب أن نعذر المسؤول. شكرا عندما أستاذ حمد. دكتورة عائشة زكري. شكرا دكتورة خارج القاعة في مقابلة تلفزيونية. شكرا لها، واختصرت علينا شيء من الوقت. الأستاذة جنان الأحمد. السلام عليكم مرة أخرى. أرغب بداية أن أسمي هذا المحور مجازا، نقد النقد، فكلا يدعي وصلا بليلى، وليلى هي النقد طبعا، وليلى المسكينة لا تقر لهم بذاك. من تحدثكم مرجعيتها حكومية، والتفتيش عن الخلل ونقاط القصور هي مهنتي، وأن أركز على نقاط التميز والقوة لدى المؤسسات والأفراد الذين أشرف عليهم والسعي لتنميتهم هو لب ما نقوم به على سبيل المثال في وزارة التربية والتعليم. وأحتار كثيرا كغيري في حجم النقد الموجه ضد وزارة معينة أو مسؤول بعينه، وكأننا في حلبة مصارعة تمارس فيها الإبادة والتدمير بلا رحمة. وإن لم تسمح الصحف انتقل النقد إلى حسابات تويتر والفيسبوك والمنتديات الإلكترونية. أنا لا أنكر أن هناك تقصيرا أو أخطاء في ممارسات الوزارات الحكومية أو من يعمل بها، فما أصابهم بما كسبت أيديهم،
لكننا بصدد تقييم هذه الشراكة وحدودها والتبصر بالفجوة الهائلة بين الجهتين، ما أشدد عليه مجددا التأهيل والتمكين لكل ناقد ومنتقد. فالنقد يهدم عندما يجنح إلى التشهير والتقزيم، ولكن إن كانت مظلته موجهة نحو الفعل وليس الفرد فإنه يصبح نقدا محمودا كلنا نريده ونصفق له. النقد والانتقاد لا بد أن يهدف إلى محو الخطأ وتفاديه وتصحيح المسار، بمعنى أن يكون الناقد العين الراصدة والممحص ليثبت الطيب والإيجابي بداية في الأداء والمهنية. ما يحصل الآن أيها السيدات والسادة، هناك ازدواجية في النقد دون أن يجنح من يقوم بذلك إلى الرشد والإنصاف. أيضا أن من ينتقد لا يقبل النقد، فإما الصمت الرهيب أو استجلاب أقلام مأجورة للدفاع عنه ويصبح السجال بلا ثمرة. أيضا هناك تعصب سلبي، يعني أن يدافع بالحق أو بالباطل، وبالتالي تصبح الممارسة النقدية مسلوبة الهدف، تفوت علينا فرص الإصلاح والتغيير عليه. فإن تحديد مدى التجاوب مع القطاع الحكومي والناتج المأمول من هذا النقد هو المحك أو المعيار الذي تحدد بناء عليه مستوى أداء هذه القطاعات. ما أدعو إليه ختاما هو النقد ذو العينين وليس العين الواحدة التي تتمثل إما في الرضا أو في السخط. ما أدعو إليه قطاعات حكومية تعي دور الإعلام كورقة رابحة في تسليط الضوء على الإنجاز، وأيضا تتيح فرص التقويم وتعديل المسار وتحسين الأداء. في النهاية العلاقة تشاركية بين الإعلام والقطاعات الحكومية، فمتى يعي القائمون حقيقة ذلك ومتى تقر لهم ليلى بذاك؟ شكرا أستاذة بسمة. أرجو من بقية الأخوات الاختصار. أستاذة جنان الأحمد. السلام عليكم. أعتقد أستاذة بسمة يعني كفت ووفت في التربية، وأنا سأتكلم في نفس المجال. العلاقة التي لا يختلفتنا أن العلاقة التي بين الإعلام والمؤسسات الحكومية علاقة ليست ودية، وعلاقة برأيي أنا الشخصي سببها هي أزمة ثقة بين الطرفين. الكل يعمل، الإعلام يعمل ونحن نعمل، المؤسسات الحكومية كلها تعمل، ولكن هناك أزمة بيننا وهذه الأزمة يجب حلها. هناك أنا أقترح أربعة أمور: التثبت، الموازنة، المبادرة والشراكة. أولا التثبت من المعلومة، لا يمكن أنك تضع معلومة في صحيفة دون التثبت منها. يعني كثير من خلينا أخبار صحفية أنا بين يدي الآن، معلومات غير مثبتة. من يقرأها؟ يقرأها المجتمع، يقرأها الطالب، يقرأها المعلم، تسبب إحباطات. عدم وجود موازنة. أنا آخر أمس يعني أربع خمس أخبار صحفية، تخيلوا معي، اسمعوا: هل تفتقدون الرغبة أم القدرة؟ هذا عنوان. التربية تعطل تطوير، هذا عنوان. ملياران توقف نشاط، عنوان. أزمة مالية، عنوان. حتى لا يفشل مركز التعليم، كلها عناوين سلبية جدا جدا. حتى لو كان لي نقد بعينين كما قالت ما كانت تكون يعني بالشكل هذا الذي يحبط الآخرين. لذلك أنا أريد أن أقول أنه يجب أن يكون هناك موازنة. وضعتم سلبياتنا ليس باسم عدم التلميع وإظهار المسؤول بشكل يعني ناصع البياض. لا تحرمون الإنجازات أن تعرض بقدر ما أنتم تحرمون. شكرا أستاذة جنان. أستاذة بين الملحم. نعم، ولعلي أتفق مع أستاذة بسمة وأستاذة جنان، خاصة في أن المفهوم البسيط لمصطلح صورة المؤسسة يعني الصورة العقلية التي تتكون في أذهان الناس عن المنشآت والمؤسسات المختلفة. قد تنبع هذه الصورة من التجربة المباشرة أو غير المباشرة، وقد تكون هذه الصورة عقلانية أو غير عقلانية، صحيحة أو غير صحيحة أو غير رشيدة. غير المباشرة هي التي معنيين بها، وهنا يتمثلها الإعلام في علاقته مع القطاع الحكومي. هناك تعاميم صادرة من الملك وولي عهده بضرورة تجاوب القطاعات الحكومية
مع كل ما ينشر بالصحف. هذا برأيي شيء ضروري وحيوي، لأن تغافل القطاع الحكومي عن النقد الإعلامي لها لا يخدم العمل التنموي. فائدة الإعلام أنه جرس إنذار للمؤسسات والدوائر الحكومية، وأي تغافل حكومي عن الذي ينشر فيه يعني ممارسة القطيعة مع وسائل إعلامية يفترض أن يكون هدفها وطني أصلاً. الملاحظ أن بعض القطاعات تتعامل مع الإعلام بمنطق العداء، ولا يحسن البعض من المسؤولين التعامل مع وسائل الإعلام، فهو يظن أن الإعلام عدوه، ولم يعلم أنه من خلال وسيلة إعلامية يمكنه أن يصحح أفهام الناس عنه أو عن وزارته أو عن عدائه. إن العلاقة بين الإعلام والقطاعات الحكومية. شكرا أستاذة بينة. الأستاذة فضيلة الجفال. مرحبا مرة أخرى. طبعا الإعلام بلا شك يسعى الآن لغربلة حالة من الركود والتراخي في عمل الأجهزة الحكومية وكشف خفاياها التي لم تعد في حقيقة الأمر خافية. في حالة صراع وفي مرحلة عداء يمر بين الأجهزة الحكومية وبين الإعلام، وأنا أجد أنه يعني المرحلة هذه مرحلة عداء صحي، يعني في حالة زي تحريك الموية بين الجهاز ما بين الإعلام وبين الأجهزة. هناك أمثلة حدثت تسبب فيها الإعلام الاجتماعي بإعفاء مسؤولين، مثل ما حدث مع السفير السعودي السابق في القاهرة على سبيل المثال. الإعلام الاجتماعي يلعب ولعب دورا أهم في الوقت الحالي من الإعلام التقليدي في هذا المحور من النقاش، وذلك بسبب الجرأة التي لا يستطيع تخطيها تماما الإعلام التقليدي لأسباب كثيرة، منها على سبيل المثال الإعلانات. فهم التعامل مع الإعلام من المسؤولين أنفسهم والتعامل معه كأهمية باحترام، للأسف ليس هناك يعني احترام كافي من الأجهزة الحكومية للصحفي. الصحفي لدينا سيء السمعة جدا، وربما هذا شيء إيجابي ضمنيا يمكن عشان يحرك المسؤولين نفسهم في الأجهزة، والمسؤولين نفسهم يروا الحرية سيئة السمعة في المقابل. يعني أتمنى بحضور السيد عبد الله الجحنان، مع أنه أمين عام هيئة الصحفيين، أن نرى صوتا للهيئة يدعم الإعلام بعيدا عن النظريات وقريبا من الواقع. قرأت تويتة يعني ما أن الوقت ينصرم قبل يوم بس، ولا أعرف مدى صحتها. استلح يا عبد. شكرا أستاذة فضيلة. أخيرا للأخت الطالبة روان المرواني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الأسف الشديد ترسخ لدى المجتمع السعودي أنه فوق النقد، وهذا الخطأ يبدأ من الأسرة إلى كافة القطاعات الحكومية والخاصة. بما أنني طالبة في المرحلة المتوسطة فإني أتحدث عن بعض المدارس التي ترفض النقد أو مناقشة القوانين. أحب أن أوصل رسالة بسيطة، نحن جيل نؤمن بأن الذي لا يخطئ لا يعمل أبدا، وأن التجاوب مع النقد والاعتراف بالخطأ لا يهز الصور أمامنا، بل يثبت لنا قوة مؤسسة وحرصها على المواطن والوطن. نحن جيل نرى الأمور بزوايا مختلفة وبوعي أكبر، وشكرا. شكرا جزيلا. بقي معنا 8 دقائق لمعالي الأستاذ عبد الله وزملائه، ولا سيما أن الوقت تناول المصالح الحكومية الأخرى، ولعل الأخوة والأخوات يعيدونكم بالكثير خلال الجلسة بعد القادمة. أستاذ عبد الله تفضل. سأتحدث دقيقة واحدة وأترك لكل زميل دقيقة أيضا للتعليق. الحقيقة ليس هناك يعني طرح مبالغات كثيرة، ليس هناك عداء بين الإعلام والأجهزة الحكومية، هناك اختلاف في وجهات النظر بين الإعلام، وسائط الإعلام والأجهزة الحكومية. وزارة الثقافة الآن والإعلام تحاول أن تحل هذه الإشكالية. الإشكالية صراحة تحل بشيء واحد، أن كل وزارة تكون هناك لها يكون لها ناطق رسمي، وبالتالي تستطيع وسائل الإعلام أن تتعامل مع هذا الناطق الرسمي. وليس شرطا، أحيانا بعض الصحفيين لابد أن يتحدث إلى الوزير المعني، أحيانا يعني بعض الوزراء يكونوا مشغولين، وأحيانا ليس عندهم الخلفية الكاملة عن الموضوع من أساسه. فبالتالي إذا كان هناك ناطق رسمي في كل وزارة أو في كل جهة حكومية
سيكون تواصله مع أجهزة الإعلام كما أشير في عدة مرات بالعلاقة المتميزة بين وزارة الداخلية وبين وسائط الإعلام. يعني هذا الحقيقة مهمة جدا. الشيء الثاني وهو الأهم أنه أنا في رأيي أن الأجهزة الحكومية لا تمانع من النقد، لكنه ما يغيظ بعض الأجهزة الحكومية أن هذا النقد يأتي بناء على معلومات خاطئة وعلى إحصائيات خاطئة وعلى توثيق خاطئ، وبالتالي تتصل بالصحيفة لتصحح هذا الخبر. الخبر الذي تصححه أي وزارة لا تنشره بعض الصحف، وهذه إشكالية أيضا يعني قانونية، لأنه ليس من حق أي صحيفة أو وسيط إعلامي إذا تحدثت بشيء خطأ ألا تنشر هذا التصحيح المعلومة. شكرا، وأترك الآن للأستاذ الدكتور سليمان العيدي للتلفزيون تعليق دقيقة واحدة. شكرا. يبدو معالي الرئيس أن هذا المحور فيه شبه اتفاق. أظن أن هناك نوعين من التخصص الصحفي للعلاقة بين الإعلام والجهات الحكومية، غالبها أن فيه أيضا تقول يعني من الآراء اللي سمعت أن فيه نقص في الأداء والمهنية، وأن هناك أيضا غياب في المعلومة عن الجهة الحكومية، يبقى الإعلام أو الصحفي حائرا إما أن يفعل دوره في هذه الجهة أو يقدم خبرها عن طريق واس، ولكن الحقيقة قد تكون ضعيفة في نهاية الأمر. الحقيقة المطلوبة والإفصاح عن المعلومة مسؤولية أي جهة حكومية. هناك أيضا دعم ملحوظ بشكل كبير لبعض الصحفيين، أقصد بذلك المتخصصين في المؤسسات والشركات والقطاع الخاص، ما شاء الله ما عمرنا سمعنا عنهم أي نقد هؤلاء. لا شك أنه هناك لديهم علاقات، هناك صحفيين متفوقون، هناك قصور بلا شك مثل هذه الأشياء، لكن عندما تدعم الصحفي ويكون لديه ضمير وحس أعتقد سينصف حتى لو كانت هذه الجهة متفوقة. بينما الجهات الحكومية مع الأسف لا تنقل الحقيقة، ادعموا الصحفيين وشكرا. أستاذ إبراهيم سلم تفضل. شكرا. والواقع الحقيقة فيما يتعلق بالعلاقة بين الصحافة والدوائر الحكومية يعني شيء مهم جدا، والآن الحقيقة خريطة التوافق بين الجهتين مرسومة، ومرسومة بأمر سامي كريم والكل يعلم عنه، عندما أكد على الصحافة والإعلام بشكل عام ألا يتأخر عن النقد الهادف، وأيضا في المقابل ألزم الجهات الحكومية بأن توضح جميع المعلومات بكل شفافية للصحافة. فإذا حرصنا على تنفيذ هذا الأمر فإننا ستتقارب كثيرا. وزارة الثقافة والإعلام حقيقة تسعى خاصة في الآونة الأخيرة على تأصيل العلاقة بين الصحافة تحديدا والدوائر الحكومية، بحيث تكون هذه العلاقة علاقة تكامل وتعاون تحقيق أهداف سامية يعني واحدة الكل يسعى لها، ليست علاقة تنافر هدفها النقد بذاته، فلذلك يعني يفضل الدكتور الجاسر قال يكفي. شكرا. ورانا غدا أعتقد، قول لا ما في غدا طال عمرك. إبراهيم الصقوع تفضل. الغد مهم لأنه في الشرع لا يقضي القاضي وهو جائع، لكن دقيقة واحدة. على حال أنتم محامون أكثر منكم، وبالتالي المحامي سوف يحرص على الكلام. أنا أتجاوز المشكلة وأنتقل للشق الثاني من موضوع الحرفية العالية نحتاج إليها. المؤسسات الحكومية تريد نشر أخبارها بطريقة تقليدية لا تشجع القارئ على المتابعة، والصحافة تحتاج إلى موضوع يثير اهتمامات القارئ. إذن يعني المعادلة هي انعدام الحرفية. كنا في السابق نشتكي من قلة العناصر المبدعة، لكن الإعلام الجديد بصراحة يعني فضحنا وبين قصور نظرتنا. عندما أطلت علينا أقلام مبدعة ومعدو ومقدم برامج مميزون عبر نوافذ الإعلام الجديد، في تصور يجب أن نستثمر هذه العناصر المبدعة في إثراء المحتوى الإعلامي المقروء والمشاهد تحديدا،
واستثمار هؤلاء لا يمكن يتم بوجود يعني الآلية الموجودة حاليا من الرواتب ومن الحوافز التي لا تشجع على استقطابهم. يجب أيضا نعيد صياغة أساليبنا المادية بما يضمن لنا احتواء هذه العناصر المبدعة، وبالتالي نستفيد منها في إثراء محتوانا الإعلامي. ورئيسي يأمرني بالسكوت فشكرا له. بقي أحد من المتحدثين؟ الدكتور عبد الله. شكرا معالي الدكتور، شكرا للأخوة والأخوات الذين شاركونا هذه الجلسة، ونلتقي بإذن الله في الجلسة القادمة الساعة 6:30 حتى 8:30 مع المحور الثالث، مسؤولية الإعلام الجديد في معالجة القضايا الوطنية، مع معالي الأستاذ فيصل بن عبد الرحمن المعمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.